سعود من وين طلع؟ أبي سكتوا، كان ويا صلاح ببريكا. أمبيش هالصدفة؟ نجلا، دير بالك ما يخرب بينك وبين ريلك، مو طبين الشركة. طول اليوم يسولف عنه، وغير كذي عازم على الغداء. وي أخاف يقول حق ريلك عن اللي كان بينكم. ما أعتقد سعود مو بهالحقارة. زين تعالي هند قولي لي، شو أخبار مرتبوت؟ سويت العملية؟ الدكتور يقول إن المرض منتشر بجسمها، وأنا من طبة المستشفى ما زرتها. ولا إله إلا الله عليك. صدقين عاد هذه حوبتك. سمعيني، الشماتة مو زينة، متشمتين. شفيك شفيك ما قالت شيء، قالت ما زرتها. سمعيني حبيبتي هندو، أنت لازم تزورين هالمستشفى لأن زيارة. خلي نصايحك حقك، ترى مالي خلقانة. خليك بمصيبتك. كيفك؟ شنو حاطة بالكيكة؟ قولي لي عشان أسويها.